تالي أولى محطاتنا الصباحية رح تكون مع الطفولة المبكرة، ولنسلط فيها الضوء على المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. أبرز الخطط والدورات وبرامج التعاون خلال فترة الإغلاق رح نتعرف عليها مع السيدة كفاح الحداد مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك، وبدنا نقول اليوم ذكرى 26 مثل ما قلتي لي تحت الهواء افتتاح هالمركز اللي ابصر النور اكيد، وان شاء الله يا رب بالتوفيق والنجاح. بدايه خلينا نحكي على الدوره اللي اطلقتوها بشهر ايلول اونلاين واستمرت، احكي لنا عن هيدي الدوره وشغلاتك المميزه فيها. صباح الخير للجميع، كمان انا اسمحوا لي عايد سوريا من خلال المركز الاقليمي لتنميه الطفوله المبكره باحتضانها لهذا المركز منذ عام 26/10/2000 وعشرة ولهلا، والحمد لله المركز بانطلاقة قوية رغم الظروف يلي مرت على البلد ومرت على المركز كمان نفس الشيء. وبهالمناسبة كمان مثل ما كان عنا بال 2010 إعداد فريق مركزي للقيام بتنفيذ خطة المركز بكل أنحاء سوريا، كمان نحن بخطة 2020 كان في عنا تنسيق مع منظمات دولية اليونيسف ومؤسسة الآغا خان لتأهيل وتدريب ورفع قدرات لمركز لفريق وطني تخصصي بالطفولة المبكرة. هذا التدريب بدأ من 20/9 بدورة وبافتتاح رسمي من قبل السادة وزير التربية الدكتور دارم طباع والمسؤول أيضا عن مؤسسة الآغا خان محمد علي سيفو. نعم. فكان الافتتاح لهذا الفريق، فبدأت الدورات عبر فيس تو فيس مبدئيا بالأساسيات التي يجب أن نسعى دائما على رفعها وزيادتها وتنميتها لدى الفريق الوطني. وبدأنا فترة تقريبا شهر أونلاين، وبدأ البارحة بمتابعة هذا تنمية مهارات هذا الفريق. طبعا من المفروض أنه نحن فريق متدربين على جميع مستويات كل المحافظات، هن بالأساس مؤهلين لأنه يكونوا قادرين على حمل رسالة للطفولة في كل أنحاء سوريا. نعم، طب خلينا نحكي أكثر يعني عن المستهدفين بهي الدورات، المهارات اللي ممكن يكتسبوها. تمام. هلأ المدربين في هذه الدورة هم مدربين اختصاصيين من المركز وبالتعاون مع مؤسسة الآغا خان، فبالتالي المهارات والفعاليات التي تقدم في هذه الورشة على هذا فترة طويلة كانت متنوعة متشعبة، تبدأ من خصائص النمائية للنهج الشمولي التكاملي التي يجب أن ننميها ونشجع على تطبيقها في مرحلة رياض الأطفال، إضافة لكيفية الاعتماد على استراتيجيات التعلم النشط بتقديم المعلومة للأطفال. المستهدفين في هذه الدورة هم اختصاصيين من الـ 14 محافظة، عندنا مدربين من كل محافظة على المستوى كل المحافظات السورية، هن مدربين بالأساس مثل ما قلت دربوا في فترات سابقة والآن نسعى لتدريبهم، هم سيقوموا بنقل هذه الرسالة وبنقل هذه الخبرات إلى المحافظات. يعني هذا الفريق الأساسي 28 مدرب سينتقلون أيضا إلى تدريب بالمحافظات حتى يتوسع الفريق ويغطوا كل المساحة السورية. نعم. طبعا دورات اكيد نوعيه عم تقوموا فيها بسوريا، لاي مدى بتحسوا انه نحن فينا نوصلها لجميع المحافظات السوريه؟ تمام. هلا المركز عاده يبدا بتحضير خطه سنويه منذ اخر شهر تشرين الثاني، الان مقبلين الى تحضير خطه 2021. خطة 2020 تم تحضيرها من تشرين الثاني في العام الماضي. هذه الخطة تتضمن مشاريع وبرامج متعددة لا يستطيع الفريق المركزي القيام بتنفيذها، فبالتالي هناك مشاريع وبرامج عديدة يقوم بنقلها إلى جميع المحافظات الفريق المدرب. لدي
لدينا فريق في الأساس فريق مركزي فرعي في المحافظات، هم يقومون بتنفيذ هذه المشاريع، وخاصة بظل جائحة كورونا كان لدينا خطة استجابة سريعة. نحن كمقدمي رعاية للطفولة وكممثلين للطفولة في سوريا على مستوى الإقليمي نسعى دائما لكون سباقين بتقديم أي عمل يخدم الطفولة. لذلك خطة الاستجابة تم إعدادها من بداية شهر نيسان وبدأنا بتنفيذها هنا في دمشق وريف دمشق والقنيطرة على مستوى الفريق الفرق المركزي في المحافظات، إضافة إلى تنفيذها في جميع المحافظات من قبل الاختصاصيين الذين يتبعون إداريا للتربيات في المحافظات وبشكل جزئي للمركز الإقليمي. نعم، طب خلينا هيك نسلط الضوء شوي كمان على الأنشطة اللي أنتم عم تقوموا فيها، المميزين فيها عندكم بالمركز. حقيقة المركز عم يقوم بمشاريع متنوعة وكثيرة، كانت هي من ضمن خطة 2020 إضافة إلى الخطة الاستجابة. يعني نحن بداية العام قبل جائحة كورونا كنا قد بدأنا بتعديل معايير مناهج رياض الأطفال، المعايير كانت من 2006 ونحن كمهتمين للطفولة إجباري نحن بدنا نراعي المستجدات، فبالتالي يجب أن تكون هناك تطوير لهذه المعايير. بدأنا وأصبحنا الآن في قيد الإنجاز الأخير والطباعة، هذا عمل سيتم من خلاله أيضا تعديل لمناهج رياض الأطفال التي بدأت بال 2016، الآن أيضا بدأنا بتحضير المسودة لمناهج رياض الأطفال. إضافة إلى ذلك مناهج اللغة الإنجليزية لأول مرة في سوريا، المركز الإقليمي عن طريق فريق وطني يقوم بإعداد وتأليف مناهج للغة الإنجليزية، أيضا سيتم تعميمها، الآن نحن في المراحل الأخيرة. بدأ أيضا بشهر شباط واستمرنا حتى في ظل جائحة كورونا، تم المتابعة أونلاين وعدنا بشهر 7 للعمل بشكل مباشر، وأيضا نحن في النهايات لهذا المنهاج. إضافة إلى ذلك نحن نساهم مع جميع الجهات التي تعمل في الطفولة، مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بإطلاق استراتيجية الطفولة المبكرة، وأيضا أصبحت بمتناول الجهات المعنية لإطلاقها. هناك كثير من المشاريع في ظل جائحة كورونا وبدء تعطيل الرياض، أيضا بدأنا بخطة بتحويل المنهاج إلى منهاج إلكتروني ليصبح بمتناول جميع المعنيين، سواء ربة المنزل في البيت، سواء مقدمي الرعاية، سواء خريجين رياض الأطفال ومن يعمل في رياض الأطفال. ففي الحقيقة مناهج أو برامج المركز إذا بدنا نفرد لها حديث فبده يكون مطول، بده يكون على مستوى حلقة كاملة، لأنه كل برنامج عم نشتغل عليه عم بيكون مع اختصاصيين، مع ذوي خبرة، مع منظمات سواء أهلية سواء دولية. وإن شاء الله البرامج يعني هلأ نحن بشهر 11 و12 بنكون بتتويج لكل برنامج بدينا فيه من بداية السنة. نعم، يمكن الجهد واضح أكيد والمجهود اللي عم بتقوموا فيه بالتشبيك مع جميع المعنيين بنجاح أي منحة تعليمية أو تمام. أي مسيرة تعليمية نحن من قوم فيها دائما ضمن وضع خطط جديدة. نحن بندرس الخطط السابقة التي وضعناها ومنركز على أشياء ما قدرنا نحن ننجزها في السنين السابقة. صحيح. وممكن أن تنجز في السنين القادمة، دائما نحن أملنا بالقادم اللي هو الأجمل. يمكن مر علينا ظروف ككورونا وغيرها، ولكن في شغلات نحن يمكن يعني ما حطينا عليها هيك تحت خط مثل ما بيقولوا هلا رح نسويها ان شاء الله. هلا دائما يعني منذ بدء جائحة كورونا وبشكل كبير في سوريا اصبح لدينا اعتقاد أساسي بأن ما قبل الكورونا لن يكون تماما بعد الكورونا. بالتالي كل المشاريع التي بدأنا بوضعها وبدأنا بتنفيذها بدأت تأخذ منحى آخر، أولا للتواصل مع المباشر مع الطفل، لتهيئة القائمين على العمل كمقدمي رعاية. يعني مثل ما حضرتك ذكرتي أنه في برامج كتير كنا حضرينا لندرب عليها لحتى تكون بشكل متواصل مع الأطفال، بصراحة هي بفترة الإغلاق بنيسان وأيار ما تم، فهذا الموضوع كان كتير من اللي بيعز علينا أنه هو كان مفروض يكون مع الأطفال، وكتير كانت حتكون أنشطة وعلى مستوى سوريا. فهي من الأنشطة اللي هلأ نحن بدأنا
بتعديل آلية تطبيقها إن شاء الله لحتى تكون ضمن 2021 بطريقة جديدة تتناسب مع الوضع الحالي، وإن شاء الله تكون الظروف منيحة لنقدر نطبقها، اللي هي المكتبة المتنقلة لكل الرياض، اللي هي الفعاليات الخاصة مشروع تشجيع القراءة. هذا من المشاريع بدأنا فيه بالمركز، كتير مهم، كان المفروض نحن بنيسان وأيار يكون له كتير أنشطة متوزعة على كل محافظات. هلأ رح نبدأ فيه إن شاء الله من الفصل الأول، يعني بالقسم الأول من العام 2021. هي من المشاريع اللي تم تأجيلها، إضافة إلى تتويج أعمالنا. الاحتفاليات حتكون إطلاق رسمي كونه مركز إقليمي، ويتم رفع تقارير سنوية لمنظمة اليونسكو، لأنه نحن من الجهات اللي تشرف عليها منظمة اليونسكو، فبالتالي نحن سيكون هناك إطلاق رسمي. عادة نحن بنعمله بشهر 10 و11، هلأ مو كل الأمور وزيحت إذا فينا نقول للأشهر الأخيرة، فبعض الأمور رح يتم تتويج إطلاقها اللي بيكون انتهت إن شاء الله بشهر كانون الثاني وشباط. نعم، يعني جهد كبير عم بتقوموا فيه، وخاصة مع هيك الأطفال وحتى المشرفين. خلينا نقول بتحبي توجهي أي كلمة للأهالي، للمشرفين اللي معكم بالمركز، للأطفال؟ بداية أنا بدي أتمنى الخير والنجاح والاستمرار بتقديم كل ما هو جديد من الفريق اللي هلأ إن شاء الله بثلاثين عشرة بيكون خلص، ولازم يحمل الرسالة لكل المحافظات وكل طفل سوري حيث يتواجد هو من اهتمامنا. إضافة لذلك بحب نوه لشغلة، كتير إجا تعليقات وهي فرصة كتير أنا بشكركم عليها أعطيتونا لنرد، بأنه كتير في عتب من خريجين رياض الأطفال، من اللي عم يدرسوا رياض الأطفال، بأنه هاي الدورات المفروض تكون مستهدفين هن فيها. أنا بقول لهم المركز الإقليمي الطفولي هو لكل من يعنى بالطفولة، لكن هاي الدورة هي عبارة عن دورة مركزية لتأهيل فريق تدريبي على كل مستوى سوريا، وهن إن شاء الله هدول الفريق المتخرجين من التدريب رح يحملوا الرسالة ورح يكونوا قادرين يستهدفوا كل من له رغبة بالتعامل مع الأطفال. وأنا بحيي كل أطفال سوريا وبتمنى لهم الخير والأمن والأمان إن شاء الله بكل الأيام والسنين القادمة. نحن بدورنا ايضا بدنا نشكرك مدام، بدنا نشكر الجهود المقامه ايضا والجهود المتكافله والمتضافره لبناء خلينا نقول فكر وتعليم عم نرتقي فيه نحن للغد. شكرا كثير لوجودك معنا، كل عام والمركز بألف خير. وانتم بألف خير، كل عام وسوريا اللي قدمت كثير لحتى احتضنت هيك المركز، كل عام والجميع بألف خير. شكرا لوجودك معنا وموفقين ان شاء الله. تسلم.